فسدي. يا شباب ما تملون ورقه 24 ساعه؟ ايش دخلك يا اخي؟ وش في غير الورقه؟ طيب لا تعصب. انا ودي اطالع بالورقه. اسحب يا فرج. فرج بالله الساعه كم؟ خزعجنا خلاص 12 ونص كثر لي خلاص 12 ونص يوت شو عندك من الشغل انت وراي دوام يا ولد نسينا الشركه شباب اللي قاعد الساعه 7 الصبح صحيني زين خلاص يلا اشوفكم على خير ماجد صاحي ماجد دخلت الدوام قم يا اخي ادري والله ادري توني صحيت فيك انت ماجد هلا هلا معك ماجد. معك قم ماجد فرج والله سمعت شمير ماجد ما اقدر احرك جسمي فرج والله معك فيك والله اني صاحي بس ما اقدر احرك جسمي ايش السالفه فرج ماجد هي ماجد هلا معك معك فرج فرج تعال اكلمك انا ايش ما ترد انا ما في ترجي ما اقدر احرك جسمي صريان يا شباب شباب ماجد هلا ماجد. هلا ماجد والله اسمع اسمعك رد علي يا عيال والله ما اقدر احرك جسمي ما ادري ايش السالفه اسمعكم يا عيال ايش فيكم ردوا علي واحد يرد علي يا عيال ايش السالفه لا حد يستهبل تكفون يا عيال يا شباب وين ماخذين يا عيال ايش فيكم ردوا علي ليش ما حد يرد علي ايش السالفه يا شباب اركب اركب خلي السبال عنكم ردوا علي ايش فيكم امسكي شوف شوف يا عيال ردوا علي فرج بسرعه فرج اعوذ بالله يا شباب ردوا ايش فيكم ليش ما حد يرد علي طيب طيب ليش ما اقدر احرك جسمي طيب ليش ما تردون علي اكلمكم انا ايش فين ريحك صحيح ما دكتور ما فيني شيء بس ما اقدر احرك جسمي انا صاحي والله صاحي اشوفكم ما احس فيكم والله يا دكتور تكفى رد علي على الاقل طمنا دكتور تكفى اترجاكم انا والله خوفتوني يا جماعه والله ما فيني شيء خير شوي انا اتنفس واشوفكم ما احس فيكم ردوا علي ليش ما اقدر احرك جسمي لا حول ولا قوه الا بالله شنو انا حي انا حي ما مت انا حي احس فيكم انا حي انا حي والله يا فرج والله انا حي يا فرج انا اشوفك واحس فيك يا فرج والله انا حي ايش فيكم يا جماعه لا حد يستهبل يا جماعه انا حي انا حي والله انا حي انا حي